أهلا بكم مشاهدينا. قرر بنك المغرب اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5%، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن المجلس رأى أن ظروف تمويل الاقتصاد لا تزال ملائمة، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5% مع الاستمرار في تتبع كافة هذه التغيرات عن قرب. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن خسائر القطاع السياحي الناجمة عن أزمة فيروس كورونا بلغ 18 مليار و300 مليون درهم، وذلك فيما تم الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ما يمثل تراجعا للعائدات بنسبة 44%. وحسب مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فالعائدات تراجعت بالنسبة لشهر يوليوز بنسبة 0.1%. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت المنصرم ارتفاعا ب 1.4% مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت من هذا العام هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.4% والمواد غير الغذائية ب 0.1%. توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن يصل إجمالي إنتاج النفط في البلاد إلى حوالي 260 ألف برميل يومياً الأسبوع المقبل. وقالت مؤسسة النفط في بيان نشرته مساء أمس إن ناقلات ستصل تباعاً اعتباراً من يوم غد لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الساعات 72 القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة. وأضافت أن هناك عودة تدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى. نمر الآن إلى أخبار بورصة الدار البيضاء. إليكم الآن معدل صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى. ختام نشرتنا الاقتصادية لهذه الليلة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.